سنة 1975 دخلت لبنان في حرب أهلية ما انتهتش غير سنة 1990، يعني استمرت أكتر من 15 سنة. وبما إن في حرب أهلية يعني الاقتصاد بينهار، لكن هو ليه أصلاً كان في حرب أهلية في لبنان؟ هقولك. الحرب الأهلية سنة 75 بدايتها الحقيقية كانت سنة 58، واللي حصل بالظبط هو إن كان في توتر بين المسلمين والمسيحيين في لبنان. المسلمين ميالين لمصر وسوريا والجمهورية العربية المتحدة، في حين إن المسيحيين كانوا ميالين أكتر للغرب وتحديداً أمريكا، لدرجة إن الرئيس اللبناني كاميل شمعون، وده كان مسيحي، رفض قطع العلاقات مع الدول الغربية سنة 56 بعد العدوان الثلاثي على مصر. فهنا مين اتضايق؟ الرئيس جمال عبد الناصر. طيب حد تاني اتضايق؟ ايوه، فيه المسلمين في لبنان اتضايقوا وحصل تمرد اسلامي مسلح. وقتها الرئيس اللبناني كاميل شمعون اتهم الرئيس جمال عبد الناصر ان هو اللي زود حركه التمرد دي بالسلاح، وخد بعضه وطلع على مجلس الامن يشتكي الجمهوريه العربيه المتحده كلها، الجمهوريه العربيه المتحده دي اللي هي مصر وسوريا. لكن مجلس الامن بعد ما حقق برأ مصر وسوريا وقال ما لهمش علاقه بالموضوع. فطلع كاميل شمعون على امريكا وطلب منهم التدخل العسكري في لبنان علشان يحموا المؤسسات الحيويه زي المطارات والمواني وغيرها، لحد ما الامور تهدى. وفعلا امريكا بعتت قواتها لبنان لحد ما انسحب الثاني في اكتوبر 1958، والعمليه دي كان اسمها عمليه الخفاش الازرق. وفي الوقت ده وبسبب حرب 48 وحرب 67 كان في عدد كبير من الفلسطينيين بيروحوا يعيشوا في لبنان بسبب الحرب، وده في حد ذاته بدا يزيد من عدد المسلمين في لبنان في مواجهه المسيحيين. خد بالك لبنان فيها 18 طائفه مختلفه، عدد كبير جدا من الطوائف، وده بينعكس سلبا على السياسه وطريقه الحكم في الدوله، وهحكي لك ده كمان شويه. المهم رجعت الخلافات المسلحه تاني بين المسلمين والمسيحيين سنه 75، ومنظمه التحرير الفلسطينية دخلت طرف في الموضوع شوية، ودخلت سوريا على الخط شوية، ودخلت إسرائيل على الخط. كل دي اشتباكات على أرض لبنان في وقت واحد. ومن بين الناس اللي كانت بتتخانق على سبيل المثال المسيحيين الموارنة والشيعة والسنة والدروز ومنظمة التحرير الفلسطينية والجيش الإسرائيلي والجيش السوري، كل دول كانوا بيضربوا في بعض، والبلد الوحيد اللي بيدفع الفاتورة هو لبنان. المهم علشان ما دخلتش في تفاصيل كتير، فضلت الحرب الاهليه مستمره لحد ما جت السعوديه سنه 89 وجمعت الناس دي في مدينه الطائف، وقالت لهم بقول لكم ايه، انتوا بقالكم 15 سنه بتضربوا في بعض، ما زهقتوش؟ ولو ما زهقتوش فلبنان زهقت وتعبت. وعملوا اتفاقيه اسمها اتفاقيه الطائف، وكان من بنودها سحب سلاح كل الناس دي ما عدا حزب الله. ليه؟ اشمعنى حزب الله؟ لانه كان الوحيد اللي واجه اسرائيل مواجهه مباشره، وده في حد ذاته كان مديله شرعيه وشعبيه عند العرب كلهم مش في لبنان بس. وخد بالك من البند ده، لانه اسس لفكره وجود حزب سياسي مسلح بجانب الجيش اللبناني، وغالبا قراراته من دماغه او من دماغ ايران، ودي كارثه لوحدها. تخيل كده لما يكون حزب الوفد في مصر حزب مسلح شايل السلاح يعني، وبينتمي سياسيا لدوله اجنبيه زي ايران، تخيلت؟ تمام. المهم من البنود التانية لاتفاق الطائف انه يا اخوانا كفاية طائفية، انت مواطن لبناني وانتهينا، بلاش بقى ده مسلم وده مسيحي وده سني وده شيعي وده ماروني وده درزي، كفاية، البلد مش ناقصة تقسيم. وفعلا الناس استجابت بالكلام، لكن فعليا فضلت الطائفية موجودة، لدرجة ان نظام الحكم في لبنان قائم على حاجة اسمها المحاصصة. يعني ايه المحاصصة دي؟ يعني رئيس الجمهورية يبقى مسيحي ماروني، ورئيس الحكومة مسلم سني، ورئيس البرلمان مسلم شيعي، ده غير ان المناصب المهمة في الدولة ما يتمش اختيارها غير باتفاق الطوائف. وهنا طبعا السؤال اللي ممكن يكون خطر على بالك، افرض الطوائف ما اتفقتش؟ طيب يا جماعة ما نشوف مين الأكفأ ونوليه المناصب المهمة في البلد بعيدا عن الطائفية اللي مضيعاها. قال لك لا، هو كده واللي مش عاجبه يشرب من البحر. لدرجة ان الاقتصاد اللبناني لما انهار الشعب اللبناني نفسه خرج في الشوارع وطلب الغاء فكرة ان اختيار المناصب يبقى بالطائفية، لكن ما حدش استجاب للشعب اللبناني لحد ما المتظاهرين نفسهم زهقوا وجت كورونا، فالمتظاهرين روحوا بيوتهم. لكن وبما ان سبب المشكله ما اتحلش، فالمشكله نفسها ما انتهتش، وفضلت لبنان لا عارفه تختار رئيس ولا عارفه تشكل حكومه، وعماله تلف في دايره مغلقه، لدرجه ان بعد ما انتهت ولايه الرئيس اللبناني ميشيل سليمان سنه 2014، فضلت لبنان مش عارفه تختار رئيس لحد سنه 2016، لحد لما اخيرا اختاروا الرئيس الجديد ميشيل عون، لكن هو نفسه ما كانش عارف يشكل حكومه. اللطيف في ازمه لبنان هي مسميات الاحزاب والتيارات السياسيه، فمثلا الرئيس اللبناني ميشيل عون هو نفسه زعيم التيار الوطني الحر، شايف المسمى جميل ازاي؟ يجي بعده سعد الحريري رئيس الوزراء الاسبق واللي دايما بيتخانق مع ميشيل عون نفسه، او سعد الحريري ده بقى رئيس تيار اسمه المستقبل، وتلاقي حركه ثانيه اسمها حركه امل وكتله الوفاء، ومع ذلك المواطن اللبناني لا شايف امل ولا شايف وفاء ولا شايف اي مستقبل. حتى حزب الله يعني مش عارف مين اللي اداهم حق استخدام اسم ربنا في وصف نفسهم، يعني لو انا كمواطن لبناني معترض على سياسه حزب الله ابقى تبع حزب الشيطان؟ ليه نستخدم اسم ربنا في السياسه؟ زي واحده
من القنوات المصرية في عهد الإخوان كان شعارها طريقك إلى الجنة، يعني لو أنا ما اتفرجتش عليك هدخل النار. المهم خلينا في لبنان. بعد ما الحرب الأهلية انتهت كان لازم يعاد بناء الاقتصاد اللبناني، خصوصا وإن لبنان ما بتصدرش حاجة غير العنصر البشري. سافر أي مكان في العالم تلاقي موظفين ورجال أعمال لبنانيين، لكن ما تلاقيش منتجات لبنانية. ده غير إن واحد من أهم موارد الدولة هي السياح، واللي كانت مضروبة بسبب الحرب الأهلية. فالجماعة بتوع الاقتصاد في لبنان قالك طيب احنا هنعتمد على حوالات اللبنانيين اللي شغالين برا البلد، وعلى منح دول الخليج، وعلى قروض أجنبية من بينها قرض بقيمة 10 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ونوقف البلد على رجليها. وفعلا أعلنوا عن نسبة فوائد وأرباح عالية جدا على الودائع الدولارية علشان يشجعوا الناس إنها تاخد الدولارات اللي معاها وتروح تودعها في البنك، والبنك يدي لهم أرباح عالية جدا. وفعلا الناس صدقت وخدت فلوسها وراحت أودعتها في البنوك اللبنانية وبدأت تستلم فعلا أرباح عليها. لكن مع مرور الوقت بدأ نفوذ إيران يزيد في لبنان من خلال حزب الله، فبدأت دول الخليج تتراجع عن مساعدة لبنان بالفلوس. ما أكيد مش هديلك فلوس وانت عندك حزب سياسي مسلح بينفذ أجندة إيران في المنطقة. في نفس الوقت الحكومة اللبنانية كانت بتستورد كل حاجة ممكن تتخيلها، احتياجات الشعب اللبناني بالكامل كان بيتم استيرادها، حتى المنتجات غير الضرورية زي العربيات الغالية، أحدث عربيات في العالم تلاقيها في بيروت. وطبعا كل الواردات دي بتيجي في صورة ديون، ولما الديون تزيد على الحكومة اللبنانية تقوم تستلف ديون جديدة علشان تسدد الديون القديمة، فتزيد المشكلة. وبالرغم من انهيار الاقتصاد اللي كان على الأبواب واللي أكيد السياسيين في البلد كانوا حاسين بيه وشايفينه، إلا أنهم قبل انتخابات سنة 2018 زودوا مرتبات الموظفين في القطاع العام علشان شعبيتهم تزيد، فزاد العبء المالي على الدولة. كل واحد بيفكر في أهدافه السياسية بس. طيب وبعدين هنتصرف إزاي؟ الاقتصاد بينهار. قالك بس احنا نفرض ضريبة على الواتساب. حضرتك تقولي لا معلش عيد الجملة دي عشان ما سمعتش. اقولك لا زي ما سمعت، الحكومة في لبنان قررت انها تفرض ضريبة على الواتساب، يعني علشان تستخدم تطبيق الواتساب تدفع فلوس. فما كان من الناس الا انهم خرجوا في مظاهرات. المظاهرات دي مين شافها؟ اللبنانيين المغتربين اللي كل شهر بيحولوا فلوسهم على البنوك اللبنانية، واللي غالبا كانت هي اللي لسه سند الاقتصاد اللبناني، فحسوا ان البلد وضعها مش تمام فبطلوا يبعتوا حوالات. تقول لي مفيش مشكله لسه قرض صندوق النقد الدولي اللي ب 10 مليار دولار. اقول لك ما صندوق النقد الدولي نفسه لما لقى اقتصاد البلد بيقع رفض يديها القرض. وفجاه الدولار في لبنان بعد ما كان ب 1500 ليره بقى ب 8000 ليره، وفضل يتدهور لحد ما عدى ل 20000 ليره. تخيل معايا كده ان الجنيه المصري لما وصل ل 18 جنيه مقابل الدولار الناس كانت بتصرخ، فما بالك بقى ان الليره اللبنانيه وقعت لدرجه ان الدولار الواحد بقى ب 20000 ليره. كل ده ليه؟ علشان السياسيين في لبنان طائفيتهم عندهم اهم من لبنان نفسها. واللي معترض على الجمله دي يكتب لنا في التعليقات هو ليه معترض. المهم بعد انهيار العمله كان طبيعي ان السلع الاساسيه نفسها تختفي، اما الغلو سعرها او انها مش موجوده اصلا، لدرجه ان الناس بدات تتخانق على علبه اللبن ورغيف العيش والبنزين. وخليني اضرب لك مثال علشان تتخيل المعاناه اللي المواطن اللبناني بيعيشها. كيلو الفراخ سنه 2020 وبعد انهيار الاقتصاد وصل سعره ل 2800 ليره، رقم كبير صح؟ طب خليني اقول لك ان الرقم ده تضاعف سنه 2021 مع استمرار انهيار الاقتصاد وبقى ب 23000 ليره، يعني علشان تشتري كيلو فراخ تاكله انت وولادك على الغداء لازم تدفع 23000 ليره، وده لو لقيت الفراخ اصلا، بلاش الاكل. دواء الباراسيتامول سنه 2020 وصل سعره لاكثر من 38000 ليرة. عارف سعره السنة دي كام؟ أكتر من 160000 ليرة. 160000 ليرة علشان تشتري شريط باراسيتامول. ولو لسه مش مدرك الأرقام طبقها على بلدك، يعني لو أنت مواطن سعودي هتشتري ب 160000 ريال، ولو أنت مواطن مصري هتشتري ب 160000 جنيه، ولو أنت مواطن إماراتي هتشتري ب 160000 درهم، وهكذا. سنة 2020 الطبقة الفقيرة في لبنان اللي كانت بتتوصف بأنها سويسرا الشرق، الطبقة الفقيرة فيها وصلت لأكتر من 50%. أكتر من نص الشعب بقى فقير، في حين إن الأثرياء الناس الأغنياء قلت نسبتهم ل 5% بس من الشعب اللبناني كله، بعد ما كانوا 15% سنة 2019. وهنا ملحوظة مهمة، الانهيار الاقتصادي مش بيفرق بين غني وفقير، بمعنى إن حتى اللي معاهم فلوس في لبنان بيعانوا. إزاي؟ هقولك. هسيب لك فيديو تحت في المصادر لمواطن لبناني واقف بيصرخ قدام صيدلية عاوز علاج خافض حرارة لبنته، معاه فلوس وقادر يشتري بأي تمن، لكن العلاج أصلاً مش موجود. هو ده حل لبنان سويسرا الشرق اللي بهدلته الحرب الأهلية والانقسام الطائفي. لكن عارفين ايه أخطر من الحرب الأهلية والانقسام؟ عدم الانتماء. وهديلك مثال، الفترة اللي فاتت الشعب اللبناني كان عايش في الظلام، مفيش كهرباء، ده غير انه ما كانش لاقي البنزين وما زال بالمناسبة، لدرجة ان الحلاقين والكوافيرات كانوا بيحلقوا لزباينهم بره المحل علشان التكييفات مش شغالة جوه. فلما الجيش اللبناني نزل الشارع يدور على سبب اختفاء البنزين، اكتشف ان في ناس مهمة في البلد متورطة في جمع البنزين واحتكاره، بيجمعوا البنزين ويخبوه تحت الأرض. ليه بيعملوا كده؟ لسببين. الأول
الاول انهم يبيعوه باسعار اعلى بكتير من ثمنه الحقيقي، والسبب الثاني انهم يهربوه لسوريا. خد بالك ده في الوقت اللي حزب الله عمال يضغط فيه على الدوله علشان تستورد بنزين من ايران. مفارقه عجيبه مش كده؟ يعني حضرتك حزب سياسي مسلح، مش شايف ان البنزين بيتسرق ويتخزن ويتهرب لسوريا اللي ايران مسيطره على جزء كبير من اراضيها؟ وكل اللي شغلك انك تستورد البنزين الايراني؟ يعني البنزين اللبناني يتهرب لسوريا اللي ايران مسيطره على جزء كبير من اراضيها، وبعدين ايران ترجع تبيع البنزين للبنان؟ ده غير كارثة مرفق بيروت اللي انفجر في اغسطس 2020 واللي حزب الله كان بيستخدمه علشان يمرر بضاعته بدون تفتيش، سواء اللي بتوصله من بره البلد او اللي بيخرجها بره البلد. لدرجة ان وزارة الخزانة الامريكية نفسها سنة 2019 يعني قبل انفجار المرفق فرضت عقوبات على واحد من المسؤولين حزب الله بتهمة استخدام المواني والمعابر اللبنانية في التهريب. لكن الكارثة ان تقارير امنية بعد الانفجار كشفت ان قسم الجمارك في مرفق بيروت كان فيه 5 موظفين ممنوع يتغيروا. ليه يا فندم، على راسهم ريشة ولا ايه؟ اتضح انهم تابعين لقوى سياسيه منها التيار الوطني الحر اللي بيتزعمه رئيس لبنان ميشيل عون، وحزب الله، وحركه امل، وتيار المستقبل وغيرهم. وده بيأكد المعلومه اللي بتقول ان المناصب المهمه والمؤسسات الحيويه في لبنان بتتوزع بالتساوي وفقا للطوائف. وهنا سؤال مهم، الخمس موظفين دول ما قالوش للاحزاب السياسيه اللي مشغلاهم على عمليات التهريب اللي بتتم في المرفأ، ولا على المواد القابله للانفجار اللي متخزنه في المرفأ؟ ولو قال لهم، الاحزاب السياسيه اللي المفروض بتحكم لبنان ما منعتش كارثه انفجار المرفأ ليه قبل ما تحصل؟ بصراحه ربنا يكون في عون المواطن اللبناني، شايف اللي محدش شايفه. للاسف الانظمه السياسيه الفاشله اسوأ من الاحتلال. الاحتلال انت شايفه وعارف انه عدوك وبتواجهه، لكن لما يكون اللي بيحكمك منك وفي نفس الوقت بيعك بتكون النتيجه هي المعاناه اللي بيعيشها المواطن اللبناني النهارده. ربنا يحفظ لبنان ويفك كرب اهله، اللهم امين. The world is run on secrets.